سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم رجعت لكم فيديو، تحضروا نفسكم معايا لعرس مغاربي سواء جزائري او تونسي او مغربي. الكل نحبوا نلبسوا القفطان المغربي في اعيادنا ومناسباتنا واعراسنا. على هذه اليوم راح ندير لكم مكياج يتناسب معاه. كنت عيانه بزاف في هذاك النهار، واحلى شيء هو هاد السيروم من شانيل اللي حطيته بعد ما حطيت السبراي فيكساتور من ميك اب فور ايفر. حطيتهم قبل باش يرطبوا لي وباش يضووا لي شويه الوجه تاعي لاني كنت تعبانه شويه في هذاك النهار. وبعد ما حطيت هاد البرايمر من شانيل جيت حطيت فون دو تان تاعي، يعني كريم الاساس من ميك اب فور ايفر الترا اتش دي، حطيته بالبيوتي بلندر يعني بالاسفنجه هذه. نفوت الان الى الهالات السوداء. اكيد انا نستعمل اللي يخفي الهالات السوداء من ماك، ونتبته ببودره اسمها بانانا باودر من بناي. نثبت كل شيء بالبودره هذه اللي من ماك اسمها ستوديو فيكس، ما نستغناش عليها ابدا، دائما نستعملها. اذا كنتم من الناس اللي تابعوني من الاول عارفين باللي هاد البودره دائما نستعملها. وهاد الفرشات من ميك اب فور ايفر يعني روعه ما شاء الله. بعد ذلك نجي نرسم الحواجب تاعي بهاد الشادو من اناستازيا بيفرلي هيلز. وبعد ذلك نحط كونتورينغ للوجه تاعي، هذه بودرة من تو فيست. اما بالنسبة للانف والهايلايتر فاستعملت هادو زوج بودرات من بينيفيت، اكتشفتهم مؤخرا ومانيش نستغنى عليهم ابدا. يعني كما تعرفوني انا كي نلقى منتج يعجبني نحصل فيه نبقى غير هو اللي نستعمله. بالنسبة للعينين استعملت هاد الباليت من هدى بيوتي، حطيت هاد اللون المائل للصفراء على كاع الجفن. وبعد ذلك نقوم بتحديد العين بهذا اللون الترابي، نحطه بهذا الشكل. اخترت هذا اللون اللي يتناسب مع القفطان اللي راح نلبسه باش نحطه في فوق الجفن تاعي، ولكن ما نطلعش به كاع الفوق كما حطيت اللون الترابي، فقط شويه اسفل اللون الترابي وفي الزاويه تاع العين الخارجيه. بعدها ناخذ هذا اللون اللي فيه لمعه ونحطه اسفل الحاجب باش ننظف به هذه المنطقه ويبان يعني النظرة تاعي يكون واسعة أكثر. بعدها باش نوسع العينين راح ناخد هاد اللون الترابي ونحطه في أسفل الرموش اللي تحت العين، نحطه هكذا بطريقة عشوائية، ولكن هاد اللون لازم يكون أكثر تحديد أسفل العين. أما بالنسبة للمعة اللي راح نحطها من القدام يعني في الزاوية الداخلية تاع العين هذه، اخترت هذا اللون اللي مائل الى الزهري ولكن فيه لمعة رائعة تعطي اتساع اكثر للعينين. نرسم خط رقيق تاع اي لاينر يعني بالكاد تشوفوه. واذا كنتم من الناس اللي عندكم صعوبة في رسم الاي لاينر ممكن تستعملوا بطاقة كما هذه، كارت كما هذا، فقط لتحديد النقاط اللي راح ترسموا عليها الاي لاينر. بعد ذلك راح نستعمل رموش من هدى بيوتي وهي بريدجت. بالنسبه للاي لاينر استعملته من ماركت ذا بادي شوب، وانا واحده من الناس اللي يموتوا على الاي لاينرز تاع ذا بادي شوب، دائما نستعملهم غير هما. حطيت ماسكارا من تو فيست اسمه ذي ار ريل
واش نقول لكم عليه البنات، روعة روعة روعة، نستعملها تقريبا يوميا. يحط فوليوم هبال للرموش، مع اني ما كنتش بيه حاجة الى فوليوم، ولكن الرموش اللي في الاسفل العين هما اللي كنت حابة نزيد لهم شوية شوية فوليوم وشوية حجم. بالنسبة لأحمر الشفاه استعملت هذا ريبل من ماك، لون روعة ويتماشى مع القفطان اللي راح نلبسه. حجابي خليته سيمبل يعني بسيط جدا، فقط شديته هنايا بإبرة واحدة فقط، والباقي خليته طويل هكذا منسدل من الخلف. أما بالنسبة للأمام ما بغيتهش يغطي لي التطريز تاع القفطان. إن شاء الله يا ربي المكياج تاع اليوم يكون عجبكم. إذا بغيتوا أنواع أخرى من هاد المكياجات ما تنسوش تشجعوني في التعليقات، ونزيد لكم إن شاء الله كيما يبغي خاطركم. القفطان تاعي تاع اليوم جاي من موقع اسكا تكستيل باري، راح نحط لكم في صندوق الوصف خصم بقيمة 20 أورو للبنات اللي بغي يستعملوه. صراحة حتى أنه بدون خصم السعر تاعه ما راهش غالي مقارنة بالأسعار اللي نلقوها في الأسواق، وجودة تاعه عالية وممتازة، حتى أني لبسته في عرس مؤخرا من كنت في البلاد. ننصحكم به 100%. عندهم موديلات أخرى، عندهم ألوان أخرى، وعندهم حتى الكاريكو والقسنطينية والبدرون على الموقع، واللي يرسلوا من فرنسا. إن شاء الله نشوفكم عن قريب البنات، إلى اللقاء.